السلام عليكم ورحمة الله. رسالة مهمة لكل صاحب براند في السوق: قطع غيار الموتوسيكلات الأصلية. ناس كتير جدا بتشتكي، جبت الموتوسيكل فعلا خامة كفاءة كل حاجة تمام، ولكن بدوخ على قطع الغيار. النصيحة النهاردة كلام مهم جدا وهتتسأل عنه. ليه؟ لأن أنت عارف إن اللي بيشتري النهاردة موتوسيكل في الفئة الشعبي غير اللي بيشتري موتوسيكل في الفئة المتوسطة أو الفئة العالية. الفئات العالية معروف إن هم المترفين، فمش فارقة معاه، حتى لو ملوش قطع غيار نهائي في السوق هيبعت يجيبها شحن، والموتوسيكل لو اتركن عنده شهر أو اتنين أو تلاتة من غير قطع غيار عم الشحن يجي مش فارقة معاه، لأن عنده البديل. ولذلك تلاقي نادرا لما نتكلم عن الحاجات العالية. لكن الشعبي ده بتاع الغلابة، ده بتاع واحد عمل جمعية استلف فلوس عشان يجيب موتوسيكل يشتغل بيه، يأمن مستقبله مثلا او ياكل عيش عليه او يبقى مواصلاته، وسيلة المواصلة الوحيدة بتاعته هو واسرته. فالموتوسيكل بالنسبة للفئة الشعبية للغلابة ده حياتهم، فلازم انت كمان زي ما اتعاملت مع الفئة الشعبية تأمن حاجة الموتوسيكل والموتوسيكل، تمام؟ يبقى دي نصيحتين في نصيحة واحدة. أول حاجة الموتوسيكل لما تنزله يبقى خامة وجودة وكفاءة، مش مهم السعر. يعني مثلا النهاردة لو الموتوسيكل بمبلغ وزودت أنت 1000 2 3 في الخامات محدش هيقول لأ، ولكن ما ينفعش يحصل فيه مصيبة على الطريق، لأن الموتوسيكل زي ما أنت شايف عائلي. بالنسبة للفئة الشعبية لو قلنا للفئة العالية هو واحد او اتنين بيركبوا الموتوسيكل مع انه ياخد 18، لكن هو معمول ترفيه. تلاقي الموتوسيكل بمليون 2 مليون هو ترفيه، عنده 5 6 عربيات، عنده 7 8 موتوسيكلات مش فارقه. لكن في الفئه الشعبيه الموتوسيكل بيبقى ببلاش بالنسبه لهم ب 20 30 الف، ولكن هو حياه كامله، مواصلات ونقل واسعاف، ابنه زوجته حد تعب بالليل اركب الموتوسيكل، واحد يركب ورانا يطلع يجري. فالموتوسيكل بالنسبه للغلبان هي حياته كلها، مواصلات، شغل، جري، اسعاف، مشاوير، كل متطلبات الاسره على الموتوسيكل. فرقم واحد ده نصيحه لله، لان هتسال وهتتحاسب الخامه والجوده. مش مهم عند الغلبان الفلوس قد ما يكون الخامة والجودة. وطبعا احنا عملنا استطلاع رأي قبل كده على الموضوع ده، كله اجمع ان اهم حاجة عند الخامة والجودة. اتنين، خدمة ما بعد البيع. ما ينفعش لغاية دلوقتي في منتجات في السوق بقالها 10 15 سنة ولسه قطع الغيار الأصلية مش موجودة. عارف هتقول لي في بديل، لكن انا واحد شاري منتج والمنتج موجود واثبت كفاءته، طب فين قطع الغيار الاصليه؟ البراند بتاعي، البراند اللي انا بفتخر بيه، البراند اللي هو رقم واحد في السوق كله وانت برضه بتفتخر بيه. لا، احنا عايزين الكلام ده عام للكل، لجميع المستوردين. عايز تنجح اهتم بالحاجتين دول، خامه وجوده وكفاءه، عشان حياه البني ادمين. اتنين، خدمة ما بعد البيع اللي هي قطع الغيار والصيانة. الصيانة لا عليك بها، مالكش دعوة دي، مفيش فيها مشكلة. يعني عندك مراكز صيانة، ما عندكش مراكز صيانة دي مش فارقة معانا، هنعلم الناس الحمد لله لله. ولكن المشكلة دلوقتي في قطع الغيار الأصلية، الناس بتشتكي، واحنا كل مهمتنا بننقل الشكوى من الناس ليك، هتبقى على العام، بحيث ان اللي يسمعها خلاص كده ما عادش حجة. بنقل لك كلام الناس اللي في الشارع كله بيقول يا اخوانا خامه وجوده وقطع غيار مش كتير. يعني تقريبا الموضوع سهل جدا وبسيط. هتقول لي ماشي، ما هو في برضه خامات. لا، هقول لك انا بكلمك في ايه؟ في المنتجات اللي بقالها سنين في السوق، ماليش دعوه في الاصدارات اللي السنه دي والسنه اللي فاتت. ليه؟ لان ماشي لسه ما فيش. لا، انا بكلمك على براندات موجوده محتاجين قائمة وجودة عشان أرواح الناس، محتاجين قطع غيار عشان فلوس الناس وعشان عطلة الناس. الموتوسيكل لما بيعطل
بيقف على حاجه بالاسبوع بالاثنين البيت وقف، المصاريف وقفت. الصنايعي لما بيقف يوم ما بياكلوش خلاص، لان هو مصدر دخله في ايده، ربنا اداله صنايعته هي مصدر دخله او سبب رزقه. فما تبقاش من قطاعين الارزاق، لان بالسبب ده ممكن تحاسب على دي. يعلم الله الحساب هيبقى شكله ايه، ولكن دي نصيحه من اخ خايف على المستهلك نفسه، وخايف على المصدر، خايف على الاثنين، خايف على ده من ان يحصل له حاجه بسببك، وخايف عليك انت تحاسب على واحد انت ما تعرفش حصل له ايه. دي كانت نصيحه سريعه هقولها تاني. ما تنساش خامه وجوده، ده اهم حاجه تحطها في بالك وانت بتستورد او انت بتصنع. اتنين، قطع الغيار اللي انت هتعملها، الخامه، المنتج اللي انت هتنزله، قطع الغيار والصيانه، خدمه ما بعد البيع. دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله.